محاضرات يعني في المحاضرة الثالثة تكون عندنا دراسة التجول الاقتصادي والاجتماعي ما يسمى بالبي ام اس. في خلال البي ام اس بإمكانك أن تجمع من الجانب النظري ودراسة حالة معينة، عندما تقترح الموضوع نتاعك تخضع لتكوين آخر أكيد أنه يكون تحت إشراف أستاذ معين، دار مقاولاتية تحضر لك مجموعة من الأساتذة المختصين في هذا المجال، وعليه يذهب لهم اللي يهيئوا لك الظروف ويشوفوا لك الطريقة المدلى اللي بها من خلالها تقدمي المنتوج تاعك، تكون طريقة تقديم منتوج سواء صناعي أو خدمة ما يهمش، طريقة تقليدية طريقة معاصرة إلكترونية. دائما طلعوا في أسهمكم وضروري إنتاج